دلوقتي في الفترة دي من هنا لحد 30 يونيو تحت حكم العسكر، أم أن الثوار والثورة سلمت القيادة إلى العسكر ونحن في فترة انتقالية، وربما يطالب البعض بأن نصدق العسكر في أنهم يعتزمون تسليم السلطة؟ هل تصدق العسكر في نيتهم تسليم السلطة؟ أنا واثق أن السلطة ستسلم بعد انتخابات الرئاسة، لكن حينما نبدي تخوفنا وحذرنا بعد ما عانيناه على سنوات طويلة، هذا حق حذر الناس، حذر الشعب وخوفه من أن ينقلب العسكر على المشروع الوطني وعلى الثورة. يجب أن يقدر كل إنسان يحترم عقل المصريين إن هذا خوف وحذر في محله، وعليه ألا يواجهه إلا بأنه يثبت أنه مخلص وصادق فيما يعلنه. هو ده الحل.